بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتاح النهاردة مفتاح للرزق. كثير منا أو أغلبنا أو أكثرنا يحب الرزق والزيادة في الرزق، والرزق مادي ومعنوي. الصحة رزق، والعافية رزق، والأولاد رزق، والمال رزق، بل المال جزء من نوع من أنواع الرزق. طيب، مفتاح الرزق إن أنا زود الرزق، يبقى عندي رزق وازداد من الرزق. ايه هو مفتاح الرزق؟ السعي مع الاستغفار. السعي مع الاستغفار، اسعى تاخد بالسعي. السعي في طلب الرزق ولو لم يأتي الرزق من نفس باب السعي. يعني تعلمنا ان السيدة هاجر امنا، كانت السيدة هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم مع ولدها اسماعيل في الصحراء، ليس معهم لا طعام ولا الماء نفذ وإلى غير ذلك، الولد عطش، فظلت السيدة هاجر تبحث عن الماء. كانت بتبحث عن الماء فين؟ اللي هو حاليا السعي بين الصفا والمروة. بقت سنة عن السيدة هاجر إلى الآن السعي بين الصفا والمروة، تستن بها الأمة لسعي السيدة هاجر، كانت تسعى تبحث عن الماء لولدها. فهنا ناخد سنة السعي، كانت تسعى. الشاهد هنا هي كانت تسعى بين الصفا والمروة، تصعد على الصفا لا تجد شيء، تنزل وتمشي، تصعد على المروة لا تجد شيء، في النهاية وجدت الماء في أي مكان، لم تجده لا على الصفا ولا على المروة. مال وجدته فين؟ وجدته تحت قدم سيدنا إسماعيل وهو كان غلام صغير. إذن الشاهد هنا الرزق لم يأتي من نفس باب السعي. فمش معنى كده أنك أنت لما تخرج تبحث عن رزق وتروح مكان واثنين وتتعب تيأس، لا، اعلم أن الله سيرزقك، أن الله سيرزقك برزق حتى ولو جاء الرزق من باب غير هذا الباب الذي أنت سعيت فيه. لذلك السعي مع الاستغفار، السعي مع الاستغفار. الله جل وعلا يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جعانة، وتعود بطانا شبعانة، بطنها ممتلئة، مع أن الطير ليس له وظيفة، ومع ذلك يسعى، يخرج الصبح يسعى فيأتي وبطونه ممتلئة ويأتي بالرزق. النملة تعلمت كيف تدخر في الصيف للشتاء، تعمل بيات شتوي فتدخر في الصيف طعام الشتاء. وأنت أخي الحبيب تعجز في كسب رزقك، السعي مع الاستغفار. السعي مع الاستغفار، كثرة الاستغفار. الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعدوا له 70 مرة استغفار أو 100 مرة استغفار. اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، استغفر الله العظيم، ويستغفر. لذلك دخل رجل يسأل عند أحد أهل العلم، فقال له نريد في مكاننا مطر، فقال له استغفر الله. يسأل واحد دخل سأله قال له إحنا يعني ضيق الرزق، فقال له الإجابة استغفر الله. دخل الآخر قال له قلة المطر في بلادنا، عايزين مطر، قال استغفر الله. دخل آخر قال نريد أنا وزوجتي الولد، قال له استغفر الله. فلما انصرفوا أصحابه يسألونه، أصحابه بيسألوه كذا سؤال والإجابة واحدة، يعني أنت أجبت لكل سائل من هؤلاء بإجابة واحدة الاستغفار. قال ما أتيت بذلك من كيسي، هو من كتاب الله. قالوا أين في كتاب الله؟ فتلى عليهم قول الله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي إجابة اللي كان عايز المطر، ويمددكم بأموال، أدي اللي كان بيسأل ضيق الرزق، وبنين اللي كان بيسأل أولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما الموضوع في إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. لازم نوقر ربنا، احترم ربنا، نقدر ربنا أكثر من الاستغفار. فربك غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.